اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرشيديه. نتمنوا ان هذا البث ما يتقطعش، وكيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في امطار الخير والبركه تتساقط في هذه الاثناء بعاصمه درعا تافيلالت، اللهم صيبا نافعا. احنا خرجنا في الشتاء متابعي قناه شوف تي في باش اننا نوريو لكم هذه اللحظات الجميله والتساقطات المطريه اللي ولات غزيره في هذه الاثناء. نحاول ما امكن متابعي قناه الشعب اننا نقربوا كل المتابعين والمتابعات الصوره، اللهم صيبا نافعا تعود ان شاء الله بالخير واليمن على كل ساكنه مدينه الرشيديه، لان الشتاء الحمد لله كتجي بالخير والبركه، وان الشتاء الحمد لله كنعرفوها كتجي يعني بالصحه والسلامه لكل الساكنه. نتمنوا هذا الشتاء ان شاء الله انها تكون صيبا نافعا ولحظات اللي تكون جميله لكل المتابعين والمتابعات، واجواء رائعه في هذه الاثناء. كيف ما كتعرفوا بان الشتاء كتغسل القلوب الحمد لله، وايضا كتغسل النفوس، وايضا كتغسل الروح، وايضا كتترقي الحمد لله كل الساكنه، وكتخلي انتعاش اللي هو مزيان ما بين الساكنه وما بين المحبين. والله الا تفزكت، ولكن حبا ولطفا لكل ساكنه جهه درعا تافيلالت والى كل ساكنه والغيورين على مدينه الرشيديه، قلنا ماشي مشكل ولو نتفزقوا على الاقل نبينوا هذه اللحظات لساكنه مدينه الرشيديه والى كل المتابعين. اجواء جد رائعه اللي كنتمناو لكل المتابعين الصحه والسلامه في هذه الشتاء هذه، ولو اننا تفزقنا على الاقل نبينوا هذه اللحظات للمحبين قناه شوف تي في. راه ما مخبيش منها، راه واخا جيت لهنا وقفت راه ما مخبيش منها، راه الشتاء كطيح عليا. شكر جزيل لكل المتابعين والمتابعات، وامطار الخير والبركه تتساقط في هذه الاثناء بعاصمه درعا تافيلالت، اللهم صيبا نافعا. نتمنوا ان كل المدن ديال الجنوب الشرقي انها تنفع بهذا الشتاء هذه، لان الحمد لله كيف ما قلنا بان الشتاء كتغسل القلوب وكتغسل النفوس، هذا هو اللي كاين. شكر جزيل لكل المتابعين اللي كيشوفوا حاليا معنا هذا البث المباشر، الله يعوضنا ولو اننا عيانين ورجعنا من حادثه سير اللي كانت وقعت في تيزينة الغمت، اننا كنصوروا لكم في هذه الاجواء الرائعه والمثيره في هذه الاثناء، واللي كنحيي من خلال هذا البث كل المتابعين والمتابعات. سلاتي في التكوانسه، نتمنوا ان البث يبقى. تحياتي للناس الرشيديه، تبارك الله عليك ريد الشينوي، والله سيدي لو وليت سيدي فاز، ما عندنا ما نقولوا وما عندنا ما نديروا، هادو وجه المحبين والمتابعين ديال قناه شوف تي في. اللهم صيبا نافعا. الصوره الحمد لله زيز كازان، اجواء رائعه. بغينا هذه الاجواء متابعي قناه الشعب. احمد محمد الحيلي تبارك الله الخير فيما كان ينفع، ريد الشينوي تبارك الله عليك، والشكر موصول لكل المتابعين. قالوا ما بغاش يتقفل هذا الشيء، ما بغا لا يرجع لا للقدام لا للور. اعتذار تام. احنا سيدي والله الا رجعنا، اعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات. هذه الاجواء متابعي قناه شوف تي في يعني بمدينه الرشيديه، اجواء رائعه. كنسلموا على كل المتابعين والمتابعات، تبارك الله عليكم والشكر الجزيل لكم. كنحاول ما امكن انني نرجع يعني الواجهه باش تعاودوا تشوفوا الشتاء، لكن ربما ان الهاتف تكون واحد شويه، لهذا كنقول لكل المتابعين مرحبا والف مرحبا في مدينه الرشيديه، وهذه هي الشتاء في مدينه الرشيديه، وتبارك الله عليكم وما عندي ما نسالكم.
عزيز كازان تبارك الله عليك، ريف شينوي تبارك الله عليك، الشكر موصول لكل المتابعين. نلقاكم متابعي قناة شوف تيفي في بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. أش خبارك خويا ياسين؟ هانية معاك أبو عام.